جيت قلت لا انت من حقك تتجوز اربعه. ايه ده؟ مش كده؟ هو ده فالناس اخذت الفيديو وقصته. انا كنت اسامي والله هفهمك اقسم بالله. طب فهمينا يعني ايه هفهمك. بصي انا جيت عملت فيديو اوكي. الفيديو ده انا كنت بتريق في عربيتي، انا بصور فيديوهاتي في عربيتي عادي جدا، انا بقف على الطريق على جنب كده واصور فيديو. وانت اللي بتصوري نفسك؟ يس، من غير اي تحضير، بقى ارتجال كده زي ما بتيجي. جيت قلت والله العظيم هفهمك هرجعلك. استنى ايه؟ جيت قلت الراجل من حقه يتجوز اربعه، ايه المشكله ان انت توافقي ان هو يتجوز عليكي وايه المشكله؟ طب استني والنبي نشوف حته بس من الفيديو العظيم ده اللي انا هحبك قوي بسببه. اوكي بقى نتكلم عليه. ايه المشكله لما يتجوز عليكي بقى؟ قولي لي كده اقنعيني، ايه المشكله؟ هو مش الشرع محل أربعة؟ طيب خلاص ماشي أوكي، هو قرر أنه يتجوز أربعة، قرر أنه يتجوز أربعة. أنا مش فاهمة فين المشكلة. إحنا كبنات كتير، عددنا كتير وكبير جدا، وهم الولاد قليلين، فإيه المشكلة أن أنت تاخدي واحد تتجوزي أنت وصحابك؟ هتخرجوا مع بعض، هتفسحوا مع بعض، هتاكلوا مع بعض وتعملوا الغدية اللي كنا بنعملها في المدرسة بس فيها راجل، فالموضوع هيبقى لذ بكتير. حاجات كتير جدا هتحصل. إيه المشكلة أن هو يقولك انا هتجوز عليكي وهجيب البنت اللي انا هتجوزها ديت تقعد معاكي في البيت؟ تفزني. انا شفته ده. اكيد شفتيه ده الفيديو ده، عدى تقريبا 12 مليون او حاجه كده يعني. وطبعا الرجاله ايدتك بقى. واه بقول لك ايه الرجاله، لا بقى مش ايدتني بس، هي عملت ايه؟ اتقدموا. بتقدموا على طول. لا يعني والله العظيم جالي كميه مسجز، انا متجوز وعايزه اتجوزك كتير جدا. لا اقسم بالله العظيم. طبعا عايز اتجوزك عشان في ثلاثه بعدك. الفيديو ده وصل ماليزيا، واحده صاحبتي كلمتني من ماليزيا قالت لي الفيديو ده شغال عندي على الفلور. انت متخيله؟ وانا كنت ماليزيا، حتى ماليزيا يا حبايبي عايزين نتجوزوا اربعه. نعمل ايه بقى؟ طلع المرض منتشر. طبعا راجل بالكوكب. ايوه راجل طبعا. بس الفيديو ده مش كامل، هو ده 3 دقايق تقريبا اوكي. الناس اخذت اول دقيقه ونص قطعوا الحته اللي هم عجباهم ونشروها، اللي هي ايه اللي هم من حقه يتجوزوا اربعه. دو مينت يعني انت مصر. طب تعالي بقى حاولي تشرحي عشان انا احنا لسه بقيت الحلقه مع بعض. ما هو مش ده قصدي، فانا عايزه احبك. ايمي انت لازم تتفرجي على الجزء الاخير والله العظيم. اشرحي. طب ممكن تنزلي. انا عملت بوست يا بنتي اصلا بالنص اللي اتقطع لوحده، نزلت الفيديو لوحده ده النص اللي باقي. قلت له بقى لا يا ما روح اصلا شوف مراتك الاول، اتنيل. انت عرفت اصلا تكافي واحده لما هتتجوز اربعه؟ وبعدين مين هيتجوز واحده هيتجوز عليها تاني اصلا؟ لا معاك فلوس ولا عندك صحه، فانت مش هتعرف تعمل حاجه من الاثنين، فمش هتعملهم. فانا شكلي كيبان سيريس، بس انا كنت يعني الناس اللي عارفاني عارفه ان انا بتريق. يعني ممكن اتريق وانت يعني ما فيش شك، شاوري عشان مفيش ذره شك ان انا بهزر او لا انت مصدقاني جدا، بس انا بتريق بهرج. فالناس قطعوا الفيديو، عرضوا الحته اللي عجبتهم طبعا الرجاله اوكي، وفي ناس اعترضوا كتير جدا جدا، وكنت مكروهه من معشر السيدات في الكوكب. واحده منهم اهي حبيبتي. والله العظيم في ناس جرحتي. بقول لك ايه، انا غيوره جدا يعني. انت برج ايه؟ برج القوس. اه زيك. انا غيوره جدا يعني، انا وانا في علاقه مثلا انا بغير جدا على الراجل اللي معايا، وده شيء طبيعي والله العظيم. ده بجد انت متفقه انه ما ينفعش اربعه؟ طبعا لا طبعا. صلى على النبي. ايه ماشي يا سلام. ماشي طبعا. حلو طبعا. دي نمرة اتنين، لو قدرت على واحدة ووافقتها وبتاع اصلا دي اجرها لوحده قد كده. أيوة. مش هتجيب علي ميزاتيه مثلا. لوقت ولا بس انت وجهة نظرك وان انت بتنصر الرجالة وعلى طول في صف الراجل طبعا اللي هو بيعامل المرأة بشكل كويس، ده من منطلق تجربة خاصة ليكي والا انت كده؟ لا، الحاجات اللي احنا بنسعى ليها كستات يعني، الحاجات اللي هو يعني انت دلوقتي لما تيجي تنصري الراجل انت هتنصريه ليه الا لو هو بيعاملك كويس؟ بالظبط. مثلا انا بيعاملني كويس ده يا اختي ده انا نصره فوق دماغي، نصره مامته. يعني احتمال. بالظبط كده. فهي دي البوينت. حته مناصره الراجل دي انا بتكلم عن الراجل السوي، بتكلم عن الراجل اللي هو احنا لسه ما قابلناهوش، اللي هو الراجل ولا هيحصل والله احنا بنتمنى في رجاله كويسه برضه لازم في مشكله هتطلع. ما هو بيطلع بس يعني يعني ما اعرفش. طب هي يعني الناس كلها اللي عايشه دي رجالتها وحشه؟ اكيد في رجاله كويسه برضه. في رجاله كويسين، في رجاله كويسين طبعا طبعا. بس احنا لسه ما قابلناش الرجاله الكويسين دي، فانت بتتكلمي عن الراجل الكويس. انا عن نفسي هقابله في الجنه، انا راضيه. يعني انا ما عشان هي ما عندهاش كويسين تاخده خلاص، يتاخدوا يروحوا في حد 73. انا مستنيه الجنه، انا ما قعدتش بفوت. بص بقى للدنيا
بالظبط. لسه ما اتجوزتيش يعني، فبنقول لك يعني لازم تضحي، اكيد في عيوب هتقابليها. طبعا طبعا. انت ازاي؟ في عيوب ممكن تعيشي معاها وعيوب ما ينفعش تعيشي معاها. بالظبط. ما هو انت لازم تدوري الاول على العيوب ودي هتعرفي تعيشي معاها ولا لا. كلنا حلوين احنا بنضحك يعني، انا وانا بضحك ومبسوطه انت اكيد هتحبيني. اكيد في عيوب هي كمان. وانا متضايقه لو انت مشيتي يبقى انا ما بالنسبه لك ولا حاجه، لو انا نكدت، لو انا رخمت، لو انا عيطت من غير اي لازمه ولا اي ست. في ستات برضو نكديه رهيبه، ما بحبش بقى الناس دي ابدا. يعني الناس دي هي اللي بقف اكلمها اقول لها راجل من حقه واحد واثنين وثلاثه. الرجال عموما بيصنفوا كلمه نكديه غلط احيانا، some of them، بعضهم. في ايه بقى؟ مثلا المفروض ان هو مثلا يكلمك لما يروح، ما بيتكلمش. تكلمي تاني يوم مثلا رحت عليه نومه سي وتاني لو يوم راس اتاخر في الشغل متاخر وخاف عليكي تفضلي سهره، مش مشكله. طب تالت يوم بقى ثانيه يا اصبري، ما انا اصلا انا مش معقوله نطه هنا والنعمه. هي عارفه السيناريو، اصل انا عارفه السيناريو وعايزه الخص جود فور يو. انا عايزه اسكت. طب يلا جنبي. تالت يوم، الرابع بقى ما خلاص بقى حلوانه في سلوانه، هيبقى نتخانق في الرابع بقى. لا، في ستات بتتخانق من الاول. مسموح لي، ما هو ماشي مسموح لي يعني، تمام. ولكن انا ما اعملش مجنونه في اول يوم. لا لا لا، مش اول يوم. بص.